يا ترى كتبتها كده؟ لو كتبتها كده فأنت صح جدا. حبايبي الصغيرين، أهلا وسهلا بيكو. بعد ما درسنا صوت حرف الـ A اللي هو آه وصوت حرف الـ E اللي هو أه، تعالوا بقى نفرق بينهم علشان في ناس كتيرة جدا بتتلخبط بين الصوتين دول. طيب هناخد مجموعة كلمات ومن خلال الكلمات دي هنعرف نفرق بينهم بالظبط. طيب صوت حرف الـ A يا حبايبي صوت كسول، بنمطه شوية زي الصورة اللي انت شايفها قدامك على الشاشة دي، صوت كسول شوية فبنقول ماعت ماعت. اما صوت حرف الـ E ده صوت نشيط بنخطفه، عشان كده هنرمز له برمز الصاروخ. بما انه الصاروخ بيتحرك بسرعة فالصوت ده بنقوله بسرعة بنخطفه، وفي نفس الوقت الصوت ده مفتوح يشبه الفتحة بالعربي فبنقول مات مات. يبقى الصوت الاولاني صوت كسول ماعت، صوت حرف الـ A. اما صوت حرف الـ E ده صوت نشيط بنقوله بسرعة وبنخطفه مات، يبقى ماعت مات ماعت مات. وزيها بات 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 بات. وزيها past كسول past past. sat 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 sat. bad bat. add add. pan pen pen pen. ten 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 ten. تمام. يبقى الصوت الاولاني يا حبايبي صوت كسول تان، الصوت التاني صوت نشيط تان. طيب يلا بينا بقى نعمل تمرين صغير ونشوف احنا فهمنا الدرس ولا لا. انت هتسمع كلمة معينة ومطلوب منك تقول لي الكلمة دي هي صوت الـ الكسول اللي بنمطه شوية ولا صوت الـ اللي بنخطفه ونقوله بسرعة. تمام. اول كلمة pan pan. ها يا ترى صوت الـ ولا صوت الـ بالظبط كده؟ صوت الـ لان انا بقول pan pan. طب لو انا قلتها بسرعة وقلتها كده pen pen، ده صوت الـ ولا صوت الـ بالظبط كده؟ ده صوت الـ لان انا بقول pen pen. تمام. طب الكلمة دي add add، يا ترى دي صوت الـ الكسول ولا صوت الـ يا بالظبط صوت الـ لأن أنا بقول add add. طيب لو أنا مطيتها شوية وقلت add add بالظبط، ده صوت الـ لأن أنا بمطها شوية. طيب دلوقتي هنعمل تمرين تاني. التمرين ده هطلب منك تستهج الكلمة، أنا هقول لك كلمة ومطلوب منك تكتبها بناء على الصوتين اللي أنت خدتهم. تمام. وأقسم لك الكلمة إلى أصوات علشان تعرف تكتبها. سات سات س ات سات س ات. يا ترى كتبتها كده؟ لو كتبتها كده فأنت صح جدا. طب سات 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 س أه. لو انت كتبتها كده فانت صح جدا. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية الحلقة، يا رب اكون ساعدتكم ولو بجزء صغير انكم تفرقوا بين صوت الـ وصوت الـ. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.